انتهيت في دقائق. أنا سعيد جدا يا أمي أن علم الحيل الميكانيكية قد سهل عليك أعمال المنزل. هذا صحيح يا بدر. والآن يا ولدي نكمل حديثنا عن ابن الرزاز. نعم يا أمي، فإنه سوف يبدأ حياته العملية. هداياك مقبولة يا ابن الرزاز، احملوا هذه الآلات للأطفال وجوار القصر. أعرف ما جئت من أجله وما تطلبه منا. العمل وهو مكفول لك، والمال مبذول لك للإنفاق على ما تصنعه من حيل تتناسب مع احتياجات جزيرتنا. شكرا لك يا مولاي، ولذلك أرجو معاونة دار الصنعة الملحقة بقصرك ومعاونة مهرة الصناع الذين سوف أختارهم بنفسي. يا مدير القصر، أمر مولاي. خصص لولدنا إسماعيل جناحا مميزا يقيم فيه، ونفذ له كل ما يأمر به لإنجاح عمله. رائع يا ابن الرزاز. شكرا لك يا مولاي. انظر يا مولاي، هذه القناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائيا ساعة الغروب، وينصب فيها الزيت تلقائيا كلما فرغت، ولا تطفئها رياح الشتاء الشديدة. عظيم عظيم، لقد ملأت ديارنا بالنور. إنها مضيئة بفضلك يا مولاي. خيرا يا مولاي، أراك مشغول الذهن. نوشك أن نفتقدك يا ابن الرزاز، فلقد أرسل مولاي أمير حصن كيفا يطلبك، وتعلم أنني تابع له ولا يمكنني عصيان أمره. يعز علي فراقك يا سيدي الوالي، وفراق هذه الجزيرة الحبيبة. لكني أطلب منك أن تترك لنا الصناع المهرة الذين قمت بتدريبهم على صنع آلاتك العجيبة، وتدرب سواهم في مدينة حصن كيفا. أمر مولاي. جئت لأودعك يا جدي، فإنني ذاهب إلى حصن كيفا. إنني فخور بك يا إسماعيل، وما وصلت إليه بمجهودك الفردي وبفضل تشجيعك ورعايتك لي يا جدي. أنا حي فيك يا إسماعيل، فلا تنسى أن تكتب كتابا تخلد فيه ذكري وذكرك، وتكتب على غلافي: أبو العز بديع الزمان إسماعيل بن الرزاز. مرحبا بك يا ابن الرزاز. أشكرك يا مولاي على حفاوة الاستقبال. هذا ما يليق بعالم جليل مثلك يا ابن الرزاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بك يا إسماعيل؟ إن وجهك يشي بأخبار غير سارة. لقد علمت شيئا أخاف أن يزعجك. ماذا حدث يا زوجي؟ لقد طلبني أمير آمد للإقامة في ديار بكر. وما يزعجني في ذلك؟ إنني أشفق عليك يا حبيبتي، فإنك دائمة الترحال معي، ولا تلبثين أن تستقري في مكان حتى تجبري على تركه. ذلك هو حال الزوجة المحبة. كما أنه قدري، لأنني اخترت أن أكون زوجة عالم، وكم أفخر بذلك.
إنها مدينة رائعة. ابن الرزاز يا مولاي الأمير نصير الدين. تفضل يا ابن الرزاز. لقد فضلت أن نلتقي بعدما تكون قد تعرفت على مدينتنا وعرفت ما تحتاجه من حيل مفيدة. اسمح لي يا مولاي أن أعرض مجموعة من الساعات التي تصلح لتوضع في الميادين. هذه ساعة شمسية دقاقة تعلن عن موعد الغداء، وساعات مائية ليلية تشير عقاربها إلى الوقت عن طريق كرة تسقط كل ساعة في إنائها المعدني، ومجموعة من الساعات تعمل بالماء والزئبق والشمع وحرارة الشمس. عظيم يا ابن الرزاز. وهذا إبريق للوضوء صنعته خصيصا لمولاي. رائع يا ابن الرزاز، إنك دائما ما تبهرني يا ابن الرزاز. أشكرك أشكرك يا مولاي. بقي أن تدون علومك ومعارفك في كتاب تخلد به ذكراك وتفيد به العلماء من بعدك. معك حق يا أمير، معك حق. إنه وعد قديم أخذه علي جدي، وإن شاء الله أوفي به، وسأسميه كتاب الهيئة والأشكال، وسوف أتحدث فيه عن الزمن. الزمن الذي ينساب انسيابا مستمرا بمعدل ثابت من غير الرجوع إلى شيء آخر. ما هذا الذي أراه؟ يبدو أن هناك احتفالا. أجل يا سلمى، فغدا عيد ميلاد بدر والبيت كله يستعد. إذن علي أن أساعد خالتي. أشكرك يا حبيبتي. هيا بنا إلى المطبخ. لقد جمعت الكرات كلها، ألا يمكننا أن نستأنف اللعب؟ أمري إلى الله.